فنضع المستمع القلق جدا على حالكم هناك في سقطرى. نعم أخي، ابتداء اليوم من الساعة 10 صباحا بدأت الأمطار في الهطول. أنا الآن أكلمكم حاليا من مدينة حديبوب عاصمة محافظة الخبيل سقطرى. نعم. الساعة 10 بدأت الأمطار بالهطول، وكمان بدأ الأمواج بدأت بالارتفاع مصاحبة بالرياح. نعم. السكان العايشين السكان القاطنين على المناطق الساحلية بالذات القريبين من البحر بدأت السلطات بإجلائهم من هناك بسبب ارتفاع الأمواج. نعم. ودخولها بجانب البيوت. هذا في شمال الجزيرة، في الشمال، في شمال الجزيرة. نعم. نعم في شمال الجزيرة. نعم. نعم تواصلت كمان بنفس التوقيت تقريبا الساعة 11 إلى 12 الصباح تواصلت لزملائي في منطقة كرية تبعد تقريبا 25 كيلومتر من حبيبه شمال شرق حبيبه. نعم. وأعطوني التفاصيل كمان أن عندهم أمواج ورياح بالإضافة إلى الأمطار. قالوا الرياح عندهم أكثر شدة من عندنا في حبيبه. نعم. وأنتم الآن نعم السلطات جزاهم الله خير تفاعلوا أمس مع الموضوع وشكلوا فرق، بس للأسف ما فيش عندهم أي وسائل. يعني هنا في سقطرى ما يوجد لدينا أي وسائل، لا يوجد عندنا لا دفاع مدني ولا أي وسائل للسلامة. فقط المطلوب يعني الشيء اللي نقدر نفعله أو كمان السلطات تقدر تفعله هو توعية المواطنين وإجلائهم من مناطق الواقعة بالقرب يعني الخطر منطقة الخطر. نعم. إلى المناطق الأكثر أمنا. نعم. وبعيد المسافة بين المواقع الخطرة والجبال التي ربما تلجؤون إليها بعد الله سبحانه وتعالى. هي ماشي بعيدة بهذا يعني تقريبا كيلو من منطقة الإجلاء والمنطقة التي فرض الإجلاء إليها، لكن يعني الإجلاء تم من منطقة يعني تقريبا المنطقة تبعد 100 متر تقريبا من مكان الإجلاء حاليا اللي تم. نعم. وإن كان نعم. بالإمكان أن تصلنا أحد الأخوة في شمال سقطرى إذا كانوا ما زالوا متواجدين هناك حتى نطمئن عليهم أيضا عبر الهواء، أرجو أن تبعث لنا برقمهم أستاذ عبد الجميل حتى نتواصل معك. على طول أخي. أبشر أخي أبشر، إن شاء الله برسل لك إيميل لزميل لي في منطقة عسكرية. نعم. وهي المنطقة الوحيدة اللي فيها تغطية للموبايل. نعم. على فكرة المناطق الأخرى الأشد خطرا الآن حاليا لأن الإعصار يمر منها لا يوجد فيها تغطية للموبايل. يا سبحان الله للأسف الشديد.